تعالي عشان اشوف. طيب يبقى عندنا مستوى 3% بيبدأ من 200 نقطة، مستوى 6% بيبدأ من ايه؟ من 600 نقطة، 9% من 1200 نقطة، 12% من 2400 نقطة، 15 من 4000 نقطة، مستوى 18 من 6600، مستوى 21 من 10000 نقطة. تمام؟ انا هوصل للنقط دي ازاي واعملها ازاي بسرعه؟ استاذه مروه، احنا كنا على شهر البيت مش كده؟ دخلنا يعني اللي ساعد حضرتك ان تطلعي 12% ايه؟ ادخال الاعضاء. يبقى انا عشان اوصل للمستويات دي يا جماعه، ادخال اعضاء ثم ادخال اعضاء ثم ادخال اعضاء، وزي ما مستر محمود قال كل ما هندخل اعضاء اكتر كل ما ناس اكتر هتشتغل. يعني لو انا مدخله واحده ممكن تقول ايه؟ ده انا عندي اثنين بس اشتغلوا، اقول لها طب انت مدخله اثنين تقول لي خمسه. طب ما طبيعي ان اثنين يشتغلوا، اذا كان بيقول لك 1000 هو مدخلها 20 بيشتغلوا 15 15 اه 15 مش هعمل اكتر من كده. بصوا اقول لكم على حاجه، انتوا عايزين نسبه، انتوا عايزين نسبه التسجيل بتاعنا المتابعه. يعني انا مثلا معايا 20 عضويه، المفروض ان انا مثلا اسجلهم مثلا اكلمهم على الواتساب، الواتساب والله ما ليه اي لازمه غير التليفون. لازم انا اكلم الناس بالتليفون اقول لها التليفون فيه تواصل اكتر. اقول لها ايه؟ اقول لها ايه؟ مثلا اسمعي يا عمر ازيك، اسمي عامله ايه؟ الكاتب اللي وصلني هتقول لي اه وصلني. طب ايه الاخبار؟ جمعت الاوردر بتاعك ولا لسه؟ هتقول لي لا والله لسه عامله جوجو. بعد كده ازاي بسرعه جدا عشان في هدايا حلوه الشهر ده، عندك نقطه ومنتجات بتخلص الحلقه من النقطه بتاعتك كلمتها مره. ياسمين هسيبها وقت هكلمها تاني، عندي مثلا ثلاث ايام او عندي